بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تبعت الفيديو لكل اصحابك وتعمل لايك واشتراك في القناة. على قناتنا محمد ماهر بنقدم الشرح والحل والمراجعة مجانا من غير ولا جنيه. بنبذل مجهود جبار يا جماعة وبنحل اكتر من كتاب وبنشرح بأبسط وافضل شرح ممكن تشوفه على النت. لو تعرف حد في اولى او تانية او تالتة ثانوي او اولى او تانية او تالتة اعدادي لازم تبعت له القناة. بكده انت هتساعده ان هو يتفوق في اللغة العربية ويتقنها، وكمان هتساعدنا ان احنا نكمل ونوصل لكل طالب في مصر. صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اصحى معايا بقى، النهارده هنحل مع بعض درس جميل جدا، درس المعلقات. انا عارف ان ده تقريبا اكتر درس بتاع الثانية ثانوي بيكرهوه، حسوا كبير شوية كده، بس هو ده سهل جدا يا جماعة وبسيط والله، وبس عايز تكرار حل والدنيا هتظبط معاك واحدة واحدة. هات كشكول جنبك عشان في نقطة مهمة عايز تكتبها، اكتبها ورايا ونصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بيقول لك اقرأ ثم اجب. يقول ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة، بيقول: وكانت المعلقات تسمى المذهبات. مذهبات يعني من الذهب. فبيقول لك استدل من هذا التعريف على سبب تسمية المعلقات بهذا الاسم. هنقول هنا ان احد اسباب تسمية المعلقات يا جماعة بانها مذهبات، انها كانت ايه يا جماعه؟ ان هو يقال انها كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على استار ايه، استار الكعبه. فطبعا ده ايه، ده سبب تسميتها بالمذهبات. بعد كده قال الفرزدق. الفرزدق قال ايه يا جماعه؟ قال: وهب القصائد للنوابغ اذ مضوا، او مضوا، وابو يزيد وذو القروح وجرولوا. قايل لك تحت ان ذو القروح ده اللي هو امرؤ القيس، نعمل اخر كده قصده الشعراء القدام، حسان بن ثابت وامرؤ القيس والناس دي كلها اللي هم طبعا ايه، طبعا بتوع المعلقات. وابن ابي سلمى زهير، وابنه طبعا زهير بن ابي سلمى، وابن الفريعه حين جد المقول، والجعفري وكان بشر قبله، دي من قصائده الكتاب المجمل. يعني قصدي الناس دي كلها انا ورثت عنهم العلم او الشعر، دفعوا الي كتابهن وصيه فورثتهن كانهن الجندل. الجندل يعني الصخر. ركز معايا وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. معنى كل الابيات دي يا جماعه ان الفرزدق، وده طبعا كان شاعر موجود في العصر العباسي، كان بيقول يعني ان انا ايه، بحب قوي الشعر بتاع الناس بتاعت زمان زي امرؤ القيس بقى وحسان بن ثابت وزهير بن ابي سلمى، شعراء المعلقات. يعني بيقول لك ميز دلاله ورود اسماء بعض الشعراء في بيت الفرزدق. ده يدل عليه يا جماعه: الف الفخر بهم لانه من ابائه، وما قالش ان هم ابائه، هو قال بس الناس دي قدام فانا بحب الشعر بتاعهم. جيم تميزهم في غرض الفخر، وما قالش ان هم متميزين في غرض معين لان هم متميزين على طول. طيب دال احتقاره لشعراء عصره، ما قالش ان هو بيحتقر حد خالص، هو بيعز بس دول، فالاجابه الصح تبقى به لانهم اشهر الشعراء واجودهم، دول احسن ايه، احسن الشعراء. بيقول لك استنتج البيت الرابع سمه من سمات المعلقات. البيت الرابع بيقول ايه؟ بيقول الناس دول ادوني الكتاب بتاعهم وصيه، وكان كانه جندل. الجندل او الجندل زي ما انت فاهم مقصود به الصخر، وطبعا يا جماعه الصخر يدل على القوه، فهنا المقصود ان القصائد بتاعتهم كانت قويه. قويه يعني ايه؟ يدل على قوة اللفظ. احنا خدنا من سمات المعلقات ان عندهم قوة اللفظ، عندهم صعوبة اللفظ. طبعا دي سمة من السمات. قال كعب بن زهير: فمن القوافي شانها من يحوكها. يحوكها يعني ينظمها، يكتب ينظم القصيد او يكتبها يعني. اذا ما سوى كعب وفوز جروله. يعني بيقول القصيد من هيكتبها لو كعب وجرول ماتوا، يقومها حتى تقوم متونها فيقصر عنها كل ما يتمثل. يعني بالبلدي كده الشاعر الصح يكتب القصيده ويقعد يهذبها ويقومها ويصلحها لحد ما تطلع قصيده مظبوطه. بعد يقول كفيتك لا تلقى من الناس شاعرا تنخل منها مثل ما نتنخل. يعني من الاخر كده بيقول يا جماعه مفيش حد ايه، مفيش حد زينا. كان كعب امتداد لمذهب شعري تبناه ابوه. احنا خدنا ابوه يا جماعه زهير بن ابي سلمى، وخدنا الطريقه بتاعته في الشعر. قلنا ان هو بيعمل ايه يا جماعه؟ قلنا ان هو بيعمل حاجه اسمها تهذيب الشعر. كان بيقعد يهذب الشعر ويعرضه على قرايبه واصحابه، ويشوف بقى ايه الحلو وايه الوحش، ويقعد يهذبه كده لحد ما يطلع في القصيده ايه، لحد ما يطلع بالقصيده بتاعته. اسمه تهذيب ايه؟ تهذيب الشعر. قال لبيد بن ربيعه العامري: فاقنع بما قسم المليك فانما قسم الخلائق بيننا علامها. يا ابو الخليق قنوع باللي ربنا قسمه، عشان ربنا هو اللي قسمه مش احنا. استنتج صفه شخصيه اتسم بها لبيد. طبعا هنا هنستنتج سمه ايه يا جماعه؟ القناعه، ولكن اقنع. فعندنا طبعا سمه الصبر والقناعه. قال ابو نواس: لا تبكي ليلى ولا تطرب الى هندي واشرب على الورد من حمراء كالوردي. يا ما تقعدش تعيط على ليلى ولا هند، لا قوم اشرب لك كاسين. قصده ايه؟ قصده الخمر.
بقول لك، ما مدى التشابه بين هذه الدعوة لإطلاق أبي نواس وبين مطلع معلقة عمر أم كلثوم؟ التشابه بينهم يا جماعة، الاتنين ما بدأوش بذكر المحبوبة، لا الاتنين بدأوا بإيه؟ بذكر الخمر. وطبعا عمرو أم كلثوم بدأ القصيدة بتاعته بذكر الخمر. قال أبو العلاء المعري: والدهر شاعر آفات يفوه بها للناس، يفكر تارات ويرتجل. يعني الدهر ده أو الزمن عبارة عن شاعر، ساعات بيفكر وساعات بيرتجل. بيقول لك: ذكر الشاعر في تشبيه مذهبين في تأليف الشعر، حددهما ومثل كل منهما بالشاعر من أصحاب المعلقات. يعني البلدي كده بيقول لك في مذهبين لتأليف الشعر، إيه هما؟ وقول لي شاعر لكل مذهب. طبعا عندنا مذهب يا جماعة اللي هو إيه، مذهب اللي هو تهذيب الشعر، وحد يقعد يهذب القصيدة وينظمها ويقعد يعيدها ويراجعها، ده طبعا بيمثله زهير بن أبي سلمى وخدناه عندنا في المعلقات. إنما طبعا الحارس بن حلزة هو اللي بيمثل منهج الارتجال، ان هو واحد يرتجل القصيده يقولها كلها على طول مره واحده من غير ما ينظمها ولا اي حاجه. قال لبيد: الحمد لله اذ لم ياتني اجلي حتى لبست من الاسلام سربالا. يعني بقول الحمد لله ان انا ما متش غير لما اسلمت، الحمد لله اسلمت يعني دلوقتي، فلو مت بعد كده هكون مطمن. بيقول لك: ناقش في ضوء هذا البيت الراي القائل ان لبيدا هجر الشعر بعد الاسلام. مش احنا خدنا يا جماعه في المنهج ان لبيد ان ربيع العامري ساب الشعر بعد ما اسلم؟ فهنا بيقول لك الحمد لله انا اسلمت، ايه ده؟ معنى كده ان هو كتب شعر اهو بعد الاسلام. فطبعا هنا هنقول يا جماعه يبدو من البيت ان الشاعر لم يتوقف عن كتابه الشعر بعد الاسلام. قال عنتر بن شداد: شبيه الليل لوني، لوني اسود، غير اني بفعلي من بياض الصبح اسنى، افعالي بيضه، جوادي نسبتي وأبي وأمي حسامي والسنان إذا انتسبنا. يعني الجواد بتاعي والحصان بتاعي هو نسبتي، هو أبويا وأمي، يعني هو بالآخر كده يعني إيه، هو الفخر بتاعي. يشير بيتنا لإحدى العقد التي عانى منها عنترة. العقد اللي كان بيعاني منها عنترة يا جماعة هي سواد إيه، سواد وجهه، وهنا قالها هو شبيه اللوني، شبيه الليل لوني. وضح مبينا كيفية تغلبه عليها. طبعا متغلب عليها يا جماعة بقوته وبفروسيته، بقوته طبعا في السيف وفي الحروب، هو اتغلب ايه، اتغلب عليها واثبت نفسه. من شاعر من شعراء الحوليات لبيد بن ربيعه ولا عمرو بن كلثوم ولا زهير بن ابي سلمى ولا الحارس، ايه يا جماعه؟ الحارس ابن حلز. طبعا الاجابه الصح تبقى زهير ابن ابي سلمى، هو كان طبعا شاعر، ايه يا جماعه، شاعر الحوليات، هو كان دايما يعتبر يعني بينظم القصيده بياخد فيها حول كامل، سنه ايه، سنه كامله. لقب نقط بالغلام ايه، بالغلام القتيل. امرؤ القيس طرفة من العبد عن طرف شداد لبيد ابن ربيع، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا مش امرؤ القيس خالص يا جماعة، ولا عنترة ولا لبيد، الوحيد اللي كان اسمه غلام القتيل كان مين؟ كان طرفة ابن العبد البكري. بعد كده من أسباب تهديد عمرو بن كلثوم ووعيده ايه يا جماعة؟ ووعيده لعمرو ابن هند ايه؟ ألف بيقول هجاء عمرو بن هند لعمرو بن كلثوم، لا عمرو بن هند مش هتمشي حد، مش هتنفع. هزيمته في حرب البسوس، لا ما خسرش في حرب البسوس. طب انه عيره بامه، لا هو عمرو بن كلثوم يا جماعه اسمه ايه ده، اللهم صل على محمد، اسباب تهديد عمرو بن كلثوم ووعيده لعمرو بن هند، لا هو عمرو بن هند ما شتمش عمرو بن كلثوم خالص ولا عيره بامه، زي ما اتفقنا عمرو بن هند اصلا ما عملش حاجه، ومشكلته ان هو بس انحاز لقبيله ايه يا جماعه، انحاز لقبيله بكر. فالاجابه الصح تبقى ايه، انحياز عمرو بن هند لقبيله ايه، لقبيله بكر. عباره اصدق كلمه قالها شاعر، الرسول صلى الله عليه وسلم قالها طبعا في الشاعر المشهور لبيد بن ربيعه العامري. لقب نقط بالملك الضليل طبعا سؤال مباشر امرؤ القيس، يعد نقط من الشعراء المخضرمين. قلنا يا جماعه شعراء مخضرمين يعني شاعر عاصر يعتبر فترتين زمنيتين مختلفتين كده، وكان مين طبعا؟ كان لبيد بن ربيعه العامري، عشان كان ايه، كان شاعر يعتبر عاصر الجاهليه وعاصر الاسلام. المعلقه الوحيده بدت بوصف الخمر طبعا معلقه عمرو ايه، عمرو بن كلثوم. يقول طرفه بن العبد البكري في معلقته: ارى العيش ناقصا كنزا ناقصا كل ليله، وما تنقص الايام والدهر ينفدي. يعني الحياه يا جماعه كانها كنز وكل يوم بينقص. بعد بقول ستبدي لك الايام وكنت جاهلا وياتيك بالاخبار من لم تزودي. يعني مع الوقت كل حاجه انت جاهلها هتعرفها، الايام هتعرفك كل حاجه. يا خبر دلوقتي بفلوس، بكره يبقى ايه؟ بكره يبقى ببلاش، ده قصده يعني. فطبعا هنا يا جماعه ده اسمه ايه؟ ده هو اسمه حكمه، دي عباره عن حكمه. فالغرض هنا مش رثاء خالص، مش بيتكلم عن الموت ولا بيتكلم عن السفر ولا الشكوى، ولكن طبعا عباره عن ايه؟ عباره عن حكمه. يقول عن طلب بن شداد: هل سألت الخيل يا ابنة مالك؟ يعني بقول لها يا عبلة اسألي عني بس الخيل، إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، لو أنت ما تعرفيش هتعرفي.
يخبرك من شهد الوقيعة أنني أخشى الوغى وأعف عند المغنمة. اللي يشوفني في الحرب هيعرف أن أنا بدخل في الجنود مش بخاف، ومش كده وبس، ده أنا كمان بكون عفيف ساعة توزيع الفلوس، يعني بلدي كده مش عايز فلوس، أنا مكفيني فلوسي. فطبعا هنا باين أوي إن هو مفتخر بنفسه يا جماعة. فالغرض هنا كان في البيتين ما كانش بكاء على الأطلال خالص، ولا كان بيوصف محبوبته، هو اتكلم عنها أه، بس هو بيتكلم عن نفسه أبيات، هو بس قال لها ركزي معايا، بس هو ما وصفهاش. وما اتكلمش عن الصقر ممن سبوه، يعني ما اتكلمش عن حد شتمه ولا حاجة، هو بيفتخر بنفسه فالإجابة الصح الفخر الذاتي. يقول زهير بن أبي سلمى في معلقته: يمينا لنعم السيدان وجدتما. هنا بيمدح يا جماعة السيدان لما أصلحوا بين عبس إيه عبس وزبيان. فطبعا هنا يا جماعة بيمدحهم، طبعا ده سؤال مباشر للغرض هنا يشتمت عليه الأبيات، هيكون إيه يا جماعة؟ هيكون مدح السيدين اللذين أصلحا بين عبس وزبيان. بعد كده يقول عمرو بن كلثوم في معلقته، يقول: متى ننقل إلى قوم رحانة يكون في اللقاء لها طحينة، نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا، بسمر من قنا الخطي لدن زوابل أو ببيض يختلينا. يعني بلدي كده أول ما نشوف الجيش قدامنا بنخش فيه على طول وما بنسميش على طول. ده قصده يعني. الغرض اشتمت هي الأبيات إيه؟ الأبيات السابقة. الخمر لا ما اتكلمش عن الخمر خالص، وما كانش بيشتم قبيلة بكر، وما كانش خالص يا جماعة بيتكلم عن عمرو بن هند. عمرو بن هند بيذكره بالاسم، بيقول: بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا. ما اتكلمش عن عمرو بن هند يعني. الإجابة الصح تبقى الفخر بالقبيلة وأيام حروبها، بيفتخر بيقول إحنا جامدين قوي ومن زمان مسمعين. امرؤ القيس بيقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. يعني الليلة يا جماعة كانت عاملة زي موجة البحر كلها هموم، فقلت له لما تنطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. يا بقول الليل يعني يا ريت لو تغور عن وشي ويطلع الصبح، ولو الصبح طلع برضه مش هيفرق، ما هو زيك. الغرض الشعري تندرج تحته الأبيات إيه؟ الأبيات السابقة. الفخر الذاتي، هو مش فخور بذاته هنا خالص، بيتكلم عن الليل، مش عن المحبوبة ولا الديار، بيتكلم عن الليل. يقول زهير بن أبي سلمى في معلقته: وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، متى تبعثوها تبعثوها زميمة، وتضر إذا ضريتموها فتضرمي. إيه معنى الكلام ده يا جماعة؟ بيقول الحرب أنتوا عرفتوها ودقتوها، أول ما تبعثوها هتبقى ذميمة وطعمها مر وبتولع النار وملهاش أي لازمة. يعني البلدي كده بيقول إن الحروب وحشة جدا يا جماعة، فهنا بيذم الحروب اللي بيمدحها بيذمها. فالإجابة الصح طبعا ذم، إيه؟ ذم الحروب. بيت يعبر عن سبب نظم عنترة لمعلقته. قلنا عنترة كتب المعلقة بتاعته ليه؟ عشان هو كان لونه أسود، فأنت هتختار بيت بيتكلم فيه عن سواده. طبعا يا جماعة ده سؤال مباشر لما قال: لئن أكو أسودا فالمسك لوني، وما لسوادي جلدي من دوائي. لو انا اسود فده لون المسك. طبعا هو متضايق بسبب الحته دي عشان الناس كانت بتقعد تتريقوا عليه. يقول زهير بن ابي سلمى في معلقته: ومن لم يصانع في امور كثيره يدرس بانياب ويوطأ بمن سمي. يعني الشخص اللي ما عندوش خبره في الحياه هيداس عليه يا جماعه. ومن هاب اسباب المنايا ينل نهو. اللي يخاف الموت هيجيله، وان يرقى اسباب السماء بسلمي، حتى لو طلع السماء برضه هيجيله. فطبعا ده عباره عن حكمه يا جماعه، هنا مش بيتكلم عن الترحال ولا ذم الحروب ولا مدح قبيله عبس، دي حكمه. بيقول لك خلي بالك الموت قريب، فانا بينصحك، فما دام بينصحك يبقى حكمه. امرؤ القيس في المعلقه بتاعته بيقول: افاطم، يعني يا فاطمه، مهلا بعض هذا التدلل. يعني كفايه دلع بقى، وان كنت قد ازمعتي صرمي فاجملي. لو انت يعني خلاص قررت انت تسيبيني فبالراحه عليا شويه. بيقول لها: اغرك مني ان حبك قاتلي، وانك مهما تأمري القلب يفعلي. يعني هو انت يعني غرك ان انا بسمع كلامك، وان انت اي حاجه بتأمري بيها انا بعمل بسمعها يعني. فبقول الغرض اجتمع عليه بيتين السابقان، طبعا ده مباشر جدا. الاجابه الصح تبقى التشبيب، وتشبيب عن الغزل، قلنا شعر التشبيب المقصود به شعر ايه؟ شعر الغزل. ما تصلي على سيدك النبي عليه الصلاه والسلام حبيبي يا رسول الله. يقول طرفه بن العبد في معلقته: فمالي اراني وابن عمي مالكا، متى ادن منه ينأى عني ويبعدي. هو ليه انا وابن عمي كل ما اقرب منه يبعد عني؟ يلوم وما ادري على ما يلومني، مش عارف هو بيلومني على ايه بالظبط. كما لامني في الحي قرط بن معبدي. يقول كل ما اقرب منه يبعد عني. لما الشاعر يقول انا بحبك بس انت مش عارف تبعد عني ليه؟ ده اسمه ايه يا جماعه؟ ده اسمه الشكوى. وفي الغالب يكون بين الصحاب كده، واحد وابن عمه، واحد وابن خالته، واحد وصاحبه.
طبعا هنا يا جماعة ايه عندنا الشكوى او بيشتكي منه، بول اذنتنا ببينها اسماءه رب ساو يمل منه السواء. وطبعا ده يا جماعة مطلع قصيدة اسمه ايه الحارس ابن حلزة ليشكري، يقول عن طلعت شداد: يا عبلة ان هواكي قد جاز المدى، حبك بهدلني خالص، وانا المعنى فيك من دون الورى، انا الوحيد اللي بيحبك وبيعشقك، يا عبلة حبك في عظامي معدمي، لما جرت روحي بجسمي قد جرى. يعني حبك بيجري جوه ايه يا جماعه، جوه دمي. فطبعا هنا الغرض مش فخر خالص، هو غرض عندنا الغزل، هنا مش بيتكلم عن السقر ولا البكاء على الاطلال، هنا طبعا باين جدا ان هو غزل. قال عمرو بن كلثوم: باي مشيئه عمرو بن هند. هنا بقى بيهدد عمرو بن هند يا جماعه، فالاجابه الصح الوعيد لعمرو بن هند. قال عمرو بن كلثوم: صبنت الكاس عنا ام عمرو، وكان الكاس مجراها اليمينه. الكاس انا بتكلم عن كاس الخمر يا جماعه، وام عمرو دي اللي هي الست اللي بتسقيهم الخمره. فهنا غرض الشعري ان ده تحت الابيات السابقه هيكون وصف سيقيت ايه، سيقيت الخمر. قال طرفة بن العبد: فاذا مت فنعيني بما انا اهله، وشقي علي الجيبه يا ابنة معبدي او معبدي. يعني بقول لو مت يعمل النعي علي، يعني ما هي قصيده الرساء ليا يعني. طبعا هنا بيعمل الرساء ايه، الرساء لنفسه، فالاجابه الصح تبقى الرساء النفس. بعد كده الحارس بن حلزة بيقول: أيها الناطق المبلغ عنا عند عمرو، وهل هذا وهل ذاك انتهاؤه؟ يعني بيقول أنت يا عم اللي عمال توصل المعلومات وتبلغها لعمر، مش هتهدى بقى شوية؟ هنا بيتكلم عن مين يا جماعة؟ بيتكلم عن الناس الواشية الواشين. لما صاحبك يبقى واشي يعني نمام، نمام يعني بيقعد يوقع بين الناس، يعني ياخد مثلا كلام أنت قلته يروح يقول لصاحبك عشان يوقع بينكم. فهو نفس الكلام. فهنا بيتكلم عن إيه يا جماعة؟ بيتكلم عن الواشين. قال عنتر بن شداد: ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي. يعني بقول أنا كنت خايف إن أنا أموت قبل ما أعمل حرب على ابني ضمضمي. مالهم عملوا إيه دول بقى؟ بقول الشاتمة يعرضي، شتموني قبل كده ولم أشتمهما، مع إني ما شتمتهمش. والنازرين إذا لم ألقاهما دمي، عايزين يقتلوني. إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل نسر قشعمي. يا بقول لهم عايزين يضربوني خليهم يجوا، ده انا اصلا قتلت ابوهم وسبته للسباع والكلاب والنسور تاكله. بقول الغرض الشعري تندرج تحته الابيات ايه، الابيات السابقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. طبعا انا عارف ان الابيات يا جماعه كلمات صعبه شويه، لكن عموما مع الوقت بنتعود. هنا بيتكلم عن الناس ايه يا جماعه، الناس اللي شتموه. فالف التحدث عن الناقه مش بيتكلم عن الناقه خالص. تناول الفخر الذاتي ومش بيفتخر بنفسه، وبيتكلم عن اللي شتموه. وصف المحبوبه لا، بيتكلم عن اللي شتموه، فالاجابه الصح الانذار بالسقر ممن سبه من اللي شتمه. قال الحارس بن حلزه: ملك مقسط وافضل من يمشي، ومن دون ما لديه الثناء ملك اضلع البريه لا يوجد فيها بما لديه او لما لديه كفاء. من اغراض معلقه الحارس هنا يا جماعه كان ايه؟ طبعا هنا بيمدح الملك. هنا بيمدح مين؟ بيمدح الملك. طبعا ملك ده مين؟ هو عمرو بن هند. فالاجابه الصح مدح الملك عمرو بن هند. قال عمرو بن كلثوم: ورثت مهلهلا والخير سوري مهلهلا والخير منه زهيرا نعم زخر الزاخرين، وعتابا وكلثوما جميعا بهم ننا تراب او تراث الاكرمين. يا بقول انا اجدادي مهلهل وزهير وعتاب وكلثوم. طبعا بيقول لي انا فخور قوي، فخور طبعا ايه باجداده واسلافه. فطبعا نستنتج بيتين ان هو ايه يا جماعه، موقع عمرو بن كلثوم موقع اسلافه كان مدعاه للفخر. هنا مش بيفتخر ان هم يعني سايبين له فلوس، لا سايبين له تراث اللي هو شعر. قال الحارس بن حلزه: ما اصابوا من تغلبي فمطلول عليه اذا اصيب العفاء. تغلبي هنا بيتكلم عن قبيله تغلب، بيشتمهم يعني. فطبعا الاجابه الصح هجاء قبيله ايه، قبيله تغلب. اخر صفحه عندنا: قال امرؤ القيس: اصاح أو أصاحي ترى برقا أريك وميضه كلمع اليدين في حبي مكللي. بيتكلم عن البرق والوميض بتاعه أو النور بتاع البرق. يضيء سناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالزبال المفتلي. بيتكلم هنا عن البرق، فالإجابة الصح الغرض هيكون إيه؟ هيكون البرق. من أكون؟ الملك الضليل طبعا ده كان امرؤ القيس، شاعر الحوايج زهير بن ابي سلمى، ابن العشرين طرفة بن العبد البكري، شاعر السلام زهير بن ابي سلمى برضه، الغلام القتيل طرفة بن العبد، ومن شعراء المخضرمين عندنا لبيد بن ربيعه العامري. طبعا هنا ده سؤال مباشر برضو، هتجيب كل بيت من دول تقول مين الشاعر بتاعه. سهل يا جماعه. وكده كنا خلصنا الفيديو بتاع النهارده، وباذن الله في الحلقات الجايه نكمل بقيه التدريبات. لو فاتك شرح المعلقات اكتب على اليوتيوب شرح المعلقات مستر محمد ماهر، يطلع لك الفيديو بتاعنا. ما تنساش تبعت القناه لكل اصحابك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.